هذه الحلقة سنعرض لكم العديد من مقاطع الفيديو الغريبة والمرعبة، ولكن قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة لمتابعة كل جديد. شاحنة تتحرك لوحدها. في مقطع فيديو تم نشره من طرف GMA Public Affairs حدث أمر غريب للغاية مع إحدى الشاحنات المتوقفة. أظهر مقطع الفيديو الذي صورته كاميرا المراقبة في موقف السيارات مجموعة من المركبات المتوقفة جنباً إلى جنب. بدأ الأمر عادياً في البداية، ولكن بعد ذلك بدأت شاحنة في التحرك من مكانها. وما زاد الأمر غرابة هو أن مقعد السائق كان فارغاً، كما أن بقية كاميرات المراقبة لم ترصد دخول أي شخص إلى موقف السيارات قبل تلك الحادثة. بعد ذلك بلحظات انفتح باب الشاحنة لوحده، وبعد فتح تحقيق وفحص مقطع الفيديو بعناية ظهرت العديد من التفاصيل الغريبة والمخيفة، حيث لاحظ المحققون وجود ما يشبه ظلا لشخص ما يدفع الشاحنة من مقدمتها. في الحقيقة كانت هناك ثلاث ظلال متشابهة تتحرك مع بعضها البعض. كانت تلك الظلال أمام الشاحنة لكنها لم تكن ملامسة لها. لا يمكن تفسير العلاقة التي تربط تلك الظلال الثلاث بتحرك الشاحنة من مكانها، ولا يمكن أيضا تفسير ما نراه في هذا الفيديو. إذا كان لديكم رأي ما فشاركونا به من خلال التعليقات. شبح يحرك الكرسي. قام المدون المعروف باسم كريستيان AVR بتسجيل هذا المقطع في مكان عمله، حيث حصل أمر غريب جدا، ولم تكن تلك المرة الأولى التي يلاحظ فيها العمال حصول أمور لا يمكن تفسيرها في مكان العمل، ولكن هذه المرة تم تصوير ما حصل. كان المدون في قاعة الطعام التي كان من المفترض أن يتم تجهيزها لحدث مهم، حيث أكد أن القاعة يتم استعمالها مرة واحدة كل أسبوع ولبضع ساعات فقط. القاعة واسعة جدا وتحتوي على العديد من الطاولات والكراسي الموضوعة فوقها، وقد كان المدون يعمل لوحده تلك الليلة قبل أن يبدأ بسماع أصوات غريبة. كانت تلك الأصوات غريبة جدا، ولذلك قرر حمل الكاميرا وتصوير ما حصل. وبمجرد أن بدأ التصوير حدث أمر مخيف حقا. أحد الكراسي كان تحت الطاولة وبدأ بالتحرك ببطء على الأرضية. تحرك الكرسي بضعة سنتيمترات قبل أن يتوقف. إنه أمر لا يمكن تفسيره، ولكن المدون أضاف تعليقا على هذا الفيديو حيث قال بأن مكان عمله قريب من منشأة صحية، وهناك يلفظ العديد من الناس أنفاسهم الأخيرة، وربما قد يكون شبح أحدهم قد قرر مغادرة العيادة والذهاب إلى قاعة الطعام. كما أكد صاحب الفيديو أيضا على أن العديد من الأحداث الغريبة تحصل هناك بشكل دوري. كاميرا المراقبة ترصد كائنا غريبا. تم تصوير هذا الفيديو داخل منزل يخضع لعملية ترميم. كانت الغرفة خالية تماماً وبها سلمان تركهما عمال البناء. أما الباب الذي يقود للخارج فقد كان مفتوحاً. وبعد لحظات ظهر كائن ما وهو يدخل من الباب. كان جسمه أشبه بجسم الإنسان ولكنه قصير جداً، كما أن رأسه بيضوي الشكل وعيناه كبيرتان للغاية. أما أطرافه فقد كانت طويلة ونحيلة جدا. كما بدا ذلك الكائن وكأنه لا يرتدي أي ملابس. تلك المواصفات أقرب إلى مواصفات المخلوقات الفضائية. صحيح أن الكثير من الأشخاص الذين شاهدوا هذا الفيديو يقولون بأنه مجرد طفل صغير، ولكن حركته تؤكد بأنه ليس كائنا بشريا، حيث أنه خطى بضع خطوات فقط داخل الغرفة قبل أن يتحرك بسرعة فائقة نحو وجهة مجهولة. بمجرد اختفاء ذلك الكائن بدأ أحد السلالم بالتحرك من مكانه أيضا، وبعدها بلحظات عاد ذلك الكائن إلى الغرفة مجددا، حيث خطى بضع خطوات قبل أن يتحرك بسرعة فائقة مرة أخرى ويختفي. ما هو هذا الكائن؟ وهل دخل إلى الغرفة لتحريك السلم من مكانه فقط؟ للأسف لا نملك إجابة لهذا السؤال، ولكن هذا المقطع يبين لنا أهمية إبقاء الأبواب مغلقة. شاحنة تظهر من العدم. في بعض الأحيان تكون الظواهر الغريبة خطيرة للغاية،
لدرجة أنها قد تكلف الناس حياتهم. ذلك ما كاد يحدث في هذا الفيديو. كان سائق السيارة يقود سيارته خلف هذه الشاحنة في الليل، وبما أن الشاحنة بطيئة قرر السائق تجاوزها. كان المسار المعاكس فارغا، ولذلك اندفع سائق السيارة لتجاوز الشاحنة، ولكن بمجرد الانتقال إلى المسار الآخر ظهرت أضواء ساطعة صادرة عن شاحنة تسير في الاتجاه المعاكس. ظهرت تلك الشاحنة من العدم. لحسن الحظ أن سائق السيارة نجح في الخروج على جانب الطريق قبل الاصطدام. وإذا شاهدنا الفيديو مرة أخرى فسوف نلاحظ عدم وجود أي أثر لتلك الشاحنة قبل التجاوز، وبالعرض البطيء سنلاحظ أن الشاحنة ظهرت من العدم حرفيا. فكيف حدث ذلك؟ يرى البعض أن الشاحنة كانت هناك، ولكن سائقها لم ينر الأضواء الأمامية إلا في تلك اللحظة، ولكن ذلك غير منطقي. فمن المستحيل أن يقود أحدهم شاحنة كبيرة في الليل بدون أن ينير الأضواء الأمامية. ذلك يرجح فرضية أن الشاحنة قد انتقلت عبر الزمن، أو أنها أتت من أحد العوالم الموازية. من حسن الحظ أن السائق نجا، وإلا لكانت النهاية مؤلمة جدا. مشهد غريب في السماء. في هذا الفيديو الذي انتشر بسرعة على النت تم رصد أمر غريب للغاية. كان الناس ينظرون إلى السماء وملامح الدهشة على وجوههم، في حين أن آخرين كانوا يحملون هواتفهم للتصوير. وحين رفع صاحب هذا الفيديو الكاميرا نحو السماء لمعرفة ما يحصل، ظهر شيء غريب للغاية. إنها دائرة سوداء كبيرة وسط السماء، وقد كان حجمها يتغير باستمرار أثناء التصوير. كانت الدائرة رمادية اللون من الداخل، ولا أحد يعرف مصدرها. إنها أشبه بثقب في السماء، وكان الجميع يشاهد بدهشة، ولم يتمكن أي أحد من تفسير ما يحدث. هل البابا حقيقي؟ بابا الفاتيكان شخصية مشهورة في العالم بأسره، ولكن هذا الفيديو يطرح الكثير من التساؤلات حول حقيقة هذا الرجل. هذا الفيديو يظهر وجه البابا عن قرب وهو يغطي وجهه بيده. لا يمكنكم توقع ما سيحدث لاحقاً، لأنه أمر غريب للغاية. قام البابا بشد أنفه، وحينها تمدد جلد وجهه بالكامل وكأنه يرتدي قناعا. ذلك التمدد غير طبيعي، ولا يمكن للجلد البشري أن يتمدد بهذا الشكل. ذلك دفع الكثير من المسيحيين إلى التشكيك في هوية بابا الفاتيكان، حيث يرى البعض بأن شخصا ما يقوم بالتنكر في زي البابا لمقابلة الجمهور، في حين أن البابا الحقيقي يبقى في مكان آمن ولا يلتقي مع الناس إطلاقا، في حين يرى آخرون أن من ظهر في هذا الفيديو ليس إنسانا على الإطلاق، وقد يكون مخلوقا فضائيا أو ربما شيئا آخر. لا يوجد تفسير منطقي لما نراه في هذا الفيديو، ولكن الأكيد أنه أثار الكثير من الجدل حول العالم كله. وهذا كل ما لدينا اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة لمتابعة كل جديد، والضغط على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو. نراكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.